سيناه أيا ابن بنت رسول الله. بداية الفتنة العمياء. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي رجب من سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة بعد موت أبيه على ما سبق من الخلاف فيه. فلما تولى كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص، وعلى البصرة عبيد الله بن زياد، وعلى الكوفة النعمان بن بشير. ولم يكن ليزيد همة إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته، فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية، وكتابا آخر صغيرا فيه: أما بعد، فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وابن الزبير بالبيعة أخذا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا، والسلام. فلما أتاه نعي معاوية فضع به وكبر عليه، وبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه. وكان مروان عاملا على المدينة من قبل الوليد. فلما قدمها الوليد كان مروان يختلف إليها متكارها، فلما رأى الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه، فبلغ ذلك مروان فانقطع عنه ولم يزل مصارما له حتى جاء نعي معاوية. فلما عظم على الوليد هلاكه وما أمر به من بيعة هؤلاء النفر، استدعى مروان، فلما قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم عليه، واستشاره الوليد كيف يصنع، فقال: أرى أن تدعوهم الساعة وتأمرهم بالبيعة، فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم، وإن أبوا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنهم إن علموا بموته وثب كل رجل منهم بناحية وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه. أما ابن عمر فلا يرى القتال ولا يحب أن يلي على الناس إلا أن يدفع إليه هذا الأمر عفوا. فأرسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان وهو غلام حدث إلى الحسين وابن الزبير يدعوهما، فوجدهما في المسجد وهما جالسان، فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس، فقال: أجيب الأمير. فقالا: انصرف، الآن نأتيه. وقال ابن الزبير للحسين: ما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها؟ فقال الحسين: أظن أن طاغيتهم قد هلك، فبعث إلينا ليأخذ البيعة قبل أن يفشوا في الناس الخبر. فقال: وأنا ما أظن غيره، فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتيان الساعة ثم أمشي إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. قال: فإني أخافه عليك إذا دخلت. قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع. فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته، ثم أقبل على باب الوليد وقال لأصحابه: إني داخل، فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا فادخلوا علي بأجمعكم، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. ثم دخل فسلم ومروان عنده، فقال الحسين:
الصلة خير من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذات بينكما، وجلس. فأقرأه الوليد الكتاب، ونعى له معاوية، ودعاه إلى البيعة. فاسترجع الحسين وترحم على معاوية وقال: أما البيعة فإن مثلي لا يبايع سرا ولا يجترئ بها مني سرا، فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا. فقال له الوليد، وكان يحب العافية: انصرف. فقال له مروان: لئن فارقت الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتل بينكم وبينه. أحسبه، فإن بايع وإلا ضربت عنقه. فوثب عند ذلك الحسين وقال: ابن الزرقاء، أأنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولئمت. ثم خرج فمر بأصحابه، فخرجوا معه حتى أتى منزله. فقال مروان للوليد: عصيتني؟ لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبدا. فقال الوليد: وبخ غيرك يا مروان، إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني، والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها، وأني قتلت حسينا. سبحان الله، أقتل حسينا إن قال لا أبايع؟ والله إني لأظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنعت. يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه. وأما ابن الزبير فقال: الآن آتيكم. ثم أتى داره فمكث فيها، ثم بعث إليه الوليد فوجده قد جمع أصحابه واحترز. فألح عليه الوليد بكثرة الرسل والرجال في أثر الرجل. فأما الحسين فقال: كف حتى تنظر وننظر وترى ونرى. وأما ابن الزبير فقال: لا تعجلوني فإني آتيكم، أمهلوني. فبعث إليه الوليد مواليه، فشتموه وقالوا له: يا ابن الكاهلية، لتأتين الأمير أو ليقتلنك. فلبث بذلك نهاره كله وأول ليله يقول: الآن أجيء. فإذا استحدثوه قال لهم: والله لقد استربت لكثرة الإرسال وتتابع هذه الرجال، فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه. فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير فقال: رحمك الله، كف عن عبد الله، فإنك قد أفزعته وذعرته بكثرة رسلك، وهو آتيك غدا إن شاء الله تعالى، فمر رسلك فلينصرفوا عنه. فبعث إليهم فانصرفوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.